FM. الكل مليك. ما معنى وكالة استخبارات ومركز استخبارات؟ راي ماهيش نادي بتاع بحوث نلموا في نعملوا في البحوث هذه كيف تخدم والاخر كيف يخدم. المعلومه عاش خويا عندك انت ما يسمى تعرف في وزاره الداخليه كل عام تقوم الواعد على شكون اللي باش تعين اونتين شكون اللي باش يشوف شيف ستاسيون في السفارات نتاعنا. اي هذه خدمتهم هما. التقرير لازم يجيني انا من اسطنبول ولازم يجيني من بيروت ويزم يجيني من غزة أنا في الممثل متاعي غديكا على التوانسة اللي موجودين محمد الزويري المعنى باش نكونوا موضوعيين. الخطأ في غياب المعلومة عند الأمن التونسي ما هوش خطأ مدير إقليم صفاقس راهو ولا خطأ رئيس المنطقة، هو خطأ الأمن الخارجي. أي نجيو المدير الإقليم ورئيس المنطقة أش يتلام عليه؟ عندك شوية أجانب قاعدين يدوروا في صفاقس وانت ما تبعتش. عندك أجانب وجماعة برمجت وخطت وربطت بالفيسبوك وكذا وانت ما تبعتش. أولا الفيسبوك مش مشكلة إدارة جهوية، هذه مشكلة إدارة مركزية متاع رقابة وبالطبيعة ولا تنجم تراقب ملايين متاع رسائل سيارة على الفيسبوك على وسائل التواصل الاجتماعي. أجانب في وسط صفاقس ما راقبتهمش كيفاه واعد ما جاش التقرير حولهم ما تنبهش، هذه مسألة صعبة أخوي العزيز. في بلد أنت بلد مفتوح، بلد أنت وليت تفركس على الأجنبي باش يجيك، ما عاش تفرق ما بين شكون شريكه وهذا استقر لك على اساس انه شريكه وعمل الواجهه بتاع شريكه وعمل الواجهه بتاع بوات تقريبا بتاع برودكسيون في الاوديو فيزيوال. صحفيين داخلين خارجين. الكلمه ليك.